هلو واضح معكم عثمان بن شقرون انستركتور د لا ميثود جيم هوف واليوم غادي تشوفوا كيفاش يدوز ان اتيلي د لا ميثود جيم هوف دي لا تكنيك ويم هوف صوبها واحد الشخص سميتو ويم هوف هو واحد الهولندي اللي عنده بزاف دي ريكور مونديو عندهم علاقه بالبرد كيعيطوا له ذا ايس مان اي جي ديسيدي دو فير دي اتيلي كوم سا وتعلمت ديريكتومون مشيت عند ويم هوف تلاقيتو تعلمت من عندو وتعلمت في الاكاديمي ديالو الميثود ديالو مبني على ثلاثه الحوايج لا ريسبيراسيون ليكسبوزيسيون فرو اي لو طراي مونتال اي بحال شفتو اليوم في لاتيلي انا في هادشي كامل تندربوا الناس اكزاكتومون كيف ما هو تيدرب الناس بوغ فير سو جون ديكسبيريونس باش يديروا شي حوايج لي مونطالمون تري ديفيسيل كتحس براسك فيير دو توا ميم كتحس براسك مع ناس كيحبوك كنعيش لا فيرسون اللي انا خصني نكون بها مع الناس مزيانين مع الناس كيقدروا يفهموني مع الناس عندهم حتى هما لي ميم بوت كانايا tu fais un peu le vide dans ta tête et tu profites du moment présent parce que c'est des sensations quand même qui sont assez rares كل شيء دوز ديك او مينيموم واحد 2 minutes et demi في البان دونك دو غلاس واللي كيخرج كيخرج ضاحك وناشط وهذا هو الاوبجيكتيف ديال لاتيلي سي تونترين بشويه بشويه tu peux supporter des températures كبار كتزاد ليمونيتي تتكون بوكو بلوس ريلاكس يعني في الحياه ديالك تو جير ميو ليطا دي ستريس ديالك احسن بور لو سومي خليك تحس بالراحه لانه كيعاونك انك تعيش في لو مومون بريزون هادشي كامل كتبنيه ولكن كتبنيه ا لون تيرم يعني تشوف افوار لي بيان ا لون تيرم خاص كل واحد فينا يجرب حتى نتوما اي واحد من لا كوميونيتي ديال واضح شي حاجه خصها تجرب شي حاجه تستحق تجرب